لعل من أولى أولويات مهنة الطب إنقاذ حياة المريض من خلال التدخل السريع، خاصة وإن كان الأمر متعلقا بالحوادث، وهذا لا يتأتى إلا بالتدريب والتدريب المستمر. هنا في القضارف ينعقد ولأول مرة خارج الخرطوم كورس دعم الحياة في الإصابات المتقدمة المعتمد من كلية الجراحين الأمريكية. بكل بساطة ممكن تنقذ حياة مريض أو حياة مواطن أو حياة عسكري أو حياة ضابط أو حياة أي زول حدث، حصل حادث قدامك في الشارع وفي زول بينزف، أنت عامل الكورس بتقدر توقف النزيف وتوصله لين المستشفى. ده الكورس ده سهل بسيط جدا، وانا افتكر المفروض تتربط يعني يا اخواننا، انتوا تدخلوا له قواتكم عديل كده، نحن مستعدين ندربه لكم. انا عندي الان في القضارف حتى الان عندي 3 مدربين معتمدين في كلية الجراحين الامريكية. مشاركة واسعة ومن قطاعات عدة وتجاوب حكومي مشهود من اجل انجاح هذه الدورة التي تضم اكثر من 20 طبيبا. تقول حكومة الولاية انها مهتمة بامر تدريبهم. الصحة بالنسبة لنا اولوية، أولويتنا في الولاية دي وفي كل السودان نحن أولويتنا هي الصحة للأولوية الأولى. فكونه ينعقد هذا الكورس في ولاية القضارف ويحصل الدعم من وزارة المالية، على الرغم من أنه يعني قد يكون بعض الناس في متواضع، نحن والله سعيدين جدا. وللكورس الثاني، الكورس بتاع ستوب بليدنج ده أو ستوب بليد، نحن ده نأمن عليه يا دكتور ضياء، يعني يا دكتور سامي، الكورس ده نستهدف به أكبر عدد من شرائح المجتمع. أي تدريب هو الأساس، الناس بتتعلم من المهد إلى اللهد، خصوصا الناس اللي بينقذوا الحياة. إذا كان هذا الكورس أو كورسات أخرى، أهمية الكورس لعديد الجهات جعلت من حضورها فرض واجب، خاصة القوات النظامية لما يمثله الكورس من أهمية لها. وتبقى هذه الدورة في غاية الأهمية كفاتحة طريق لتأهيل يحتاجه العامة ناهيك عن الكوادر الصحية، فإنقاذ حياة الناس مسؤولية جماعية.